نسرين محمد احمد، حاضره عن موكلي محسن محي الدين احمد. انا محسن محي الدين احمد، حاضر عن موكلتي نسرين محمد احمد. موكلك بامانه شديده جدا، هل في جفوه حصلت بينه وبين يوسف شاهين، او ده التطور الطبيعي بتاع الشباب اللي فوق على كف عفريت ياخد طريقه بعد كده في الحياه؟ موكلك انت اللي ايوه طبعا. انت من حقك تعترض او تضيف في الاجابه. لا، ده التطور الطبيعي بتاع الابن والاب يعني دايما الابن بيجي في لحظه كده ويقول لابوه استناني شويه بقى ما اشوفني، طيب طب شوف ام اغلط ابقى صلحني، بس لما ابقى اغلط بقى. طبعا في الاجابه دي وفي انا بعتبر برضو شيء كمان. دايما الشباب عنده ثوره، بيحاول انه يخرج ويبقى بيثبت وجوده، يعني بيثبت دي مساله قاعده عامه موجوده حتى مع العلاقات الاسريه او في الشغل او حتى المسائل ايه لما بتمر بمراحل دراسيه في حياتك، بتخرج بعد الجامعه لازم تستقل، يعني بتبقى لازم تقول انا استفدت من الخبره دي كل السنين اللي فاتت دي كلها. مين فيكم اللي هيعزم يوسف شاهين عشان نتفرج على الفيلم بتاعكم؟ لا احنا الاثنين اولا، احنا وبعدين هو مش محتاج عزومه، يعني احنا كمان هادين له الفيلم. هتعزموه يتفرج على الفيلم؟ طبعا. احنا عاملين اهداء للفيلم الاستاذ يوسف طبعا. ابويا فضله كبير، خيره عليا كتير وعليا دايما راضي، ومعزتك يما زادت قوي لما، ومعزتك يما زادت قوي لما خلفت أولادي، عرفت غلاوتكم، عرفت غلاوتكم. طيب موكلتك نسرين ممثلة تلفزيونية دائما وسينمائية أحيانا، أو تلفزيونية على طول وسينمائية بالصدفة؟ لا، هي ممثلة جامدة جدا، يعني لغاية دلوقتي ما حدش قدر يستغلها بحقه حقيقي. اولا سيبك من اللي احنا بنعمله، يعني ده غلط، سيستم غلط ان يقول لك ده ممثل تلفزيوني لا ما يبقاش ممثل سينما، او ممثل سينما لا ما يبقاش ممثل تلفزيوني. انت بتمثل في كل الحاجات، تلفزيون سواء تلفزيوني او سينما او اذاعه او مسرح، انت بتوصل الرساله زي ما المفروض. انما احنا اتحطينا في مساله ايه، ان مثلا فلان الفلاني بيلعب الدور الفلاني يبقى يتجمد في كده، فلان الفلاني بقى ممثل تلفزيوني وحقق نجاح في التلفزيوني يبقى هو كده، فلان الفلاني حقق في السينما نجاح لازم يبقى ممثل سينما. مالها احنا عندنا زي ما بيقولوا كده قوانيننا موجوده من ايام المماليك، فده هو بالمعنى مش هيتغير الا بينا احنا. بالمعنى اصح ممكن يكون احنا نتكلم على القاعده الموجوده، يعني مش من حقنا ان احنا نكسر ده، يعني او مش بيتكسر. لا ده المفروض يعني ان احنا لازم نكسر. هو اللي حصل ايه، إن السينما فن أرقى طبعا، وشاشة حساسة، وبما أنها ليها سعر وليها تسعيرة فيبقى نجومها أغلى، يعني علشان أنا أروح للشاشة دي الذهبية زي ما بيقولوا هيبقى من خلال مسلسل ناجح جدا، لأن أنا ابتديت في التلفزيون، ينقلني نقلة أكبر في السينما. أنا عملت مسلسل ناجح في التلفزيون بس تعرض عليا فيلم أقل في السينما، فطب خليني في الحتة الناجحة لغاية ما يتحقق إن أنا حتى في التلفزيون أتنقل نقلة تبقى أكبر. يعني لما بتعمل عمل ناجح وبعدين بيجي لك مسلسل تاني مش بجودة اللي فات ما بتقدرش تعمله، يعني هي خدها بقى على المقاييس من جميع أنواعه، يعني